انا بقول انه الرساله اللي عايز اقول ان النهارده في فرح كبير في البلد فلنفرح. وانا يعني المعرض ده رساله للفرح ان احنا بعد الوقت اللي قعدناه يعني في كابوس، فاحنا النهارده في فرح كبير وهي دعوه للفرح. فندم شايف ان الفتره دي كانت فتره مناسبه ومواتيه جدا لان حضرتك تعرض عملك في هذه الفتره ما كانش قبل كده فندم، والا ما كنتش عملت. يعني الفتره دي جميله جدا والحمد لله والبركه في النظام وفي كل الناس اللي هي وقفت يعني وقفه كبيره مع مصر. حقيقي ما عملتش في القاهره معارض طوال 4 سنوات، لكن عملت في خارج مصر. عملت 2 في الامارات، 1 في دبي، 1 في ابو ظبي، واحد في الرياض في قاعة جميلة جدا، وكان نجاح كبير يعني في كلا المعرضين، وده المعرض الثالث اللي انا سعيد ان انا رجعت بيه لمصر. عايز اقول ان انا يجوز ارجو ان الناس تلاقي سعادة في اللوحة، لان انا سعيد برجوعي لمصر وان الجو العام يسمح بإقامة مثل هذه الاعمال. يعني انا اذا كنتش حاسس بسعادة غامرة ما كنتش هقيم المعرض. يعني المعرض لا يقام إلا في حالة حب وسعادة وأيضا وسلام. والله أنت عارف الثقافة يعني كانت في وعكة منذ الثورة، وأنا شايف النهاردة واحد زي وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور، رجل ثقافة وليس فقط رجل ثقافة ورجل عمل في الثقافة لمدة أيام أنا ما كنت موجود لمدة 21 سنة، فأكيد هو في جعبته يعني حاجات كتير جدا هيقدمها. هو باين يعني زي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه. طب الثقافة الآن في ازدهار أم في ازدهار ولا إيه ده؟ الثقافة دلوقتي حاليا في ازدهار أم في ازدهار؟ شوف الازدهار ده محتاج وقت، لان دي احنا كنا في كبوة كبيرة، كون انها ترجع زي ما كانت ده في حد ذاته جهد فظيع. فانا ارجو وكلنا لازم نساعد في ده وندفع الوزارة وندفع الوزير. انا بقول له شكرا انك انت رجعتنا لحضن وطننا اللي افتقدناه وبان قدامنا ظلام دامس. النهارده احنا في كامل النور، وده اكيد يحتاج لشكر كبير جدا، مش شكر بس فاروق حسني، الشعب كله يشكر.